بسم الله الرحمن الرحيم. مدينة حرستا التي دمرها نظام الأسد الغاشم بقصفها بالطيران الحربي. هذا مسجد المحاسنة، وهذه هي الأبنية المحيطة بالمسجد. دمار كبير لم تشهده معظم المدن. وهذه جولة في أحد المنازل التي دمرت بالقصف، فلينظر المجتمع الدولي إلى ما أحدثه نظام الأسد الذي ما زالوا يدعمونه ويؤيدونه. هذه منازل كانت مأهولة بالسكان، فلينظر المجتمع الدولي ولينظر العرب المتخاذلون إلى هذا الدمار. والله أيها العرب المتخاذلون، سينتقم الله عز وجل منكم ومن كل متخاذل عن نصرة هذا الشعب. حسبنا الله ونعم الوكيل. وما خفي أعظم.